وعن أحوال الطقس من النشرة التاسعة. ومرة أخرى فاطمة خليل. شكرا سحر، شكرا أميرة، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الأربعاء طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 22، الصغرى 15، الإسكندرية 23، 14، مطروح 22، 14، بورسعيد 22، 15، إسماعيلية 22، 13، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 23، 15، العريش 22، 14، طابة 21، 14، شرم الشيخ 25، 17، الغردقة 25، 17، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 25، 14، أسوان 25، 13، الوادي الجديد 24، 14، شلاتين 27-19، حلايب 25-20، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.